أفهم حاجة. أنا محتاج هالة بغض النظر عن كل الظروف. لو معرفتش قصتنا هتروح فين؟ مفيش حاجة أعرف أحكيها، وأنا لو محكيتش أموت. كم فرد؟ أنا بس. شكلك كده مش جاي تاكل صح؟ باين عليا مش جعان. طيب أشرب حاجة. على فكرة أنا هخلص شفت الساعة 5. أقول لك هرجع بعد شوية. لا أتمشى شوية وبعدين أعدي على المكتبة. اسمح لي يا فندم، ده وضع غريب جدا. هو إيه ده اللي غريب يا أستاذ عمر؟ الحكاية دي يا فندم، اسمح لي أسأل سيادتك سؤال. اتفضل. أشكرك. ليه النيابة شغلة نفسها باللي اسمه حسن ده وبقضيته؟ يا فندم؟ واحد مجرم. يعني مدمن. أكيد النيابة عندها حاجات أهم من كده تشغل نفسها بيها. عارف سيادتك إنه حاول ينتحر في مصحة لعلاج الإدمان؟ ده واضح إن أنت بتابعه من زمان يا أستاذ عمر. طب بس سيادتك قول لي إيه مصدر الشبهات في الحكاية دي؟ ليه في اعتقاد إنها جريمة قتل مش حادثة؟ طيب. طبعاً أنت عارف إن مفيش أي إلزام علينا إن إحنا نشرح لك الموقف أو نقول لك معلومات ممكن تضر بسر التحقيق. مفهوم، مفهوم طبعاً يا فندم. إحنا في الأول فعلاً كنا معتبرينها قضية قتل خطأ. بس لما فحصنا الجثة طلع لنا شواهد تانية بتأكد إن الموضوع أكبر من كده بكتير. شواهد؟ شواهد زي إيه يا فندم؟ حسن كان على رقبته آثار خنق، ووشه وصدره عليهم جروح، وده بيقول إن كان في خناقة أو مقاومة أدت لقتله. كده بالنسبة لك الموضوع مقنع إن احنا نكمل تحقيق؟ كنت فاكرة اني هتعب كتير عشان اشوفك. انا مش متعب. بالعكس. لا. الرمادي لونك صح؟ طول عمري بنكر ان عندي لون مفضل. شبهك قوي. الرمادي؟ انا؟ عادي، انا كمان بحب الرمادي، يعني دي مش شتيمة. لما شفتك في السنتر كنت بفكر اني اشوفك. مش تفكير، تفكير، كنت متاكد. ليه؟ مش عارف، بس هو حصل. وبعد ما حصل كنت عايز تشوفني ليه؟ سؤال حلو، انا مفكرتش فيه. يمكن عشان الرواية اللي بكتبها. عشان الرواية؟ بس كده؟ الرواية أصلها في الغردقة. لا خلاص، طالما في الغردقة سيبك من الكتب دي كلها واسألني أنا. أنا هساعدك. حلو. دلوقتي؟ لا دلوقتي، أنا راجعة الشغل. شكرا.
تشرب ايه بقى؟ طب انضف معاكي الاول. ايه ده الدرجه دي باينه مش نظيفه خالص؟ مردومه. ده برضه المكان بتاع جدك؟ لا دي شقه جد نسمه. نسمه بقى اتربيت انا وهي مع بعض هنا في الغردقه. جدها وجدي كانوا صحاب قوي. بتعيش هنا؟ هي نسمه بقى لها شهرين في مصر. اصلها بتلعب مزيكا. فلقت فرصة كويسة في مصر مع فرقة وكده فراحت تجرب حظها وسابت لي مفاتيح الشقة عشان اخد بالي منها واسقي جنينة وكده يعني. فكرتيش ابدا تسيبي هنا وتروحي تعيشي في القاهرة؟ فكرت يعني زمان كنت عايزة اعمل كده قوي. ده كان حلمنا اصلا انا ونسمة واحنا صغيرين. كنت عايزة أدخل كلية طب، كنت عايزة أبقى دكتورة. ف؟ مفيش، مفيش حاجة حصلت. يعني زي أي أحلام حلمنا بيها وما حصلتش. طيب، ثانية واحدة. دور على ايه؟ اي حاجه نسمعها. نسمع عندها حاجات حلوه قوي من عهد جدا. لما تهيالي هسمعك حاجه على ذوقي بقى. ماشي. معلش ممكن توطي شوية؟ ألو؟ إيه؟ إمتى وصلت؟ لا لا ما تعمليش حاجة خالص أنا جاي دلوقتي. يلا معلش أنا أسفة أنا لازم أمشي دلوقتي المستشفى لجدتي. حصل إيه؟ إيزيز جت. مين إيزيز؟ ماما في المستشفى راحت لقيته فلازم أروح دلوقتي. طيب مش مشكلة بس طمنيني. بس انت هتعمل ايه؟ انا ممكن اخدك تبقى هنا على فكرة لو ده مش هيضايقك. لا لا تمام خليك هنا. انا بس كنت عايزة. معلش الايام جاية كتير. معلش طيب لو احتجت اي حاجة كلمني وانا هرجع بسرعة.